أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في نجوم في العيد. نجوم في العيد برنامج يستضيف نجوم في العيد شباب أو نجوم استطاعوا أن يتقلبوا على أحلامهم ويتقلبوا على أمنياتهم وحققوها، فأصبحت أحلام بدل أمنية و أصبحوا نجوم، فاستضفناهم في العيد. أعزائي المشاهدين، اليوم إحنا بنستضيف واحد من الشباب استطاع أن يجعل لنفسه يجعل من نفسه وسط نجوم من الشباب اللي أكيد هم في عمره، صراحة من الناس اللي معروفين جدا جدا يمكن عندنا في السودان. أنا من الناس المبسوطة جدا إنه أستضيف واحد من القامات الشبابية صراحة متعدد المواهب، بسم الله ما شاء الله، مقدم برامج، بسم الله ما شاء الله، أيضا لاعب كرة في الأندية نادي الهلال السوداني وأيضا نادي المريخ السوداني، و أيضا نوادي كثيرة على مستوى جمهورية السودان. فخلوني أرحب في الأول بضيفي اللي هو نجم العيد، وإحنا كقناة الصحة والجمال سعيدين جدا بوجوده معنا في الغناء. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك يا رزينة، ومرحب بتيم العامل، وبقول لكم يا أخي كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وربنا يحقق الأماني كده إن شاء الله، وكون سنة خير عليكم وعلى كل الشعب السوداني كده إن شاء الله. يا رب آمين. كل سنة وانت طيب. طبعا ضيفنا محمد البرنس أو محمد مصطفى البرنس، زي ده شهرته طبعا محمد مصطفى البرنس، أيضا محمد العطبراوي. محمد كل سنة وانت طيب وعيد سعيد عليك، ينعاد عليك إن شاء الله يا رب باليمن والبركات، وكل الشعب السوداني يا رب بخير وعافية، ويا رب يعم الاستقرار والأمن والإطمئنان على جميع شعبنا في السودان بإذن الله يا رب. اللهم امين يا رب. للمره الثانيه محمد انا سعيده جدا بوجودك معايا، وخلينا نبدا على طول. تحب في البدايه انه احنا نتكلم محمد اللاعب في الانديه السودانيه اللي هو اللاعب المرموق في الانديه اللي معروفه جدا في السودان، ولا تحب نتكلم عن محمد البرنس مقدم برنامج 10 ونساء؟ انت حابه نتكلم عن شو؟ صراحه انا عايزه ابدا، اكيد محمد اللي خلاوي شجع ويصبح مقدم برنامج اكيد بداياته كانت في الكوره، يمكن هي شجعته اكثر، ولا انا غلطانه؟ صح بالضبط كده. طيب احنا نبدا في البدايات الاولى، كره القدم من حيث النشاه لغايه ما وصلت الانديه الكبيره، في كل بدايات صراحه في يمكن عقبات وفي مشاكل كثيره بتلاقينا، فمحمد اتعامل مع الحاجات دي كيف مثلا؟ طبعا في البدايه ذات الطموح وبيتغلب عليه عتبه، يعني في اي زول في اي كان شكل المجال هو شنو، فبتقابله عقبات يعني لابد منها، حتى بعد ذاك ذات الزول كده يا دوب بحس بطعم النجاح يعني. ايوه انا اصلا من عطبره، ومن هنا بحيي حنا في عطبره، بقول لهم يا الحديث والناس، تحيه لكل حنا في بلد عطبره الثورة اكيد وبلد النضال، وبقول لهم هنا كل سنه وانتم طيبين، الله يديم الصحه والعافيه. يعني التحيه لكل الكنداكات والشفاتات اللي ساعدوا وساهموا في انجاح الثوره السودانيه بكل تاكيد. بالضبط كده. فالبدايه من عطبره في فريق اسمه الجوز الناشئين، من هنا بحيي الكوتي ذات ومكه يا اخي، الله يديم الصحه والعافيه، وبقول له يا اخي كل سنه وانت طيب وربنا يحقق الاماني كده. عاده الاساس لما يكون متين يعني عماره ايا كان حاجه انت بتبني فيها فبيكون أيوة. عمره طويل الحيكل يعني. لما يكون متين بعد كده البنايه بتجيف. بالضبط كده أيوة. تكون ثابته. فانا بديت في فريق اسمه الجوز، فبعد ذاك هو ده الدورات المدرسيه يعني، منتخب كده أيوة. ولايه نهر النيل أيوة. منتخب أيوة. الخرطوم وكده، سافرنا الدورة القومية كان في الجزيرة، فشلت أحسن لاعب كان في البطولة القومية. بسم الله ما شاء الله. فبعد ذاك في دائما في المنتخب المدرسي، بعد ذاك بتكون في البطولة العربية. أيوه. يعني عادة بتكون سنويا في بلد، نحن الوقت ده كان صادفت في الأردن هي. فبعد ذاك سافرنا أيوه. الأردن مع المنتخب، فبعد ذاك جيت من هناك هو جوني هلال المريخ. طيب أنت استقبلت أول عرض كان 200، وكان يعني عايزك توصف لي شعورك لما جاك عرض من اول نادي جاك عرض منه، كان نادي الهلال ولا المريخ؟ نادي الهلال. طيب البرنس طبعا الهلال النادي كبير جدا، فانت استقبلت الحاجه دي كيف؟ فانا الوقت ده خاصه انا كنت صغير في السن شديد، وكنت طالب في المدرسه يعني، يا سلام. فطبعا حلم اي زول بيلعب كوره انه يلعب في انديه الغيمه يعني، أيوة. الهلال او المريخ وكذا.
فحتى ما اثناء احنا في البطوله احنا كان لاعبين بتذكر مباراه مع السعوديه فكان انتهى 3-2 فانا جبت كان الجون الثاني كده. فحتى الكوتش هم يعني الناس كلها متابعه البطوله يعني بكون احنا بنمثل البلد وكده منتخب المدرسه بتاع السودان يعني وكده. فحتى الكوتش هم من ثاني كوره تقريبا اتصلوا بنا ناس الهلال وكده فكلموا احنا ان احنا دارين محمد ده وكده وكده. طبعا بحكم انه انا صغير في السن وكده ما حب يوريني يعني، بس هو كان كنت حاسس انه في حاجه يعني حتحصل لي كويسه يعني. هو وكدا. اكيد كان يعني من يومك موهوب يا محمد، وانت اصلا يمكن الشفقه او حبك للحاجه دي طالما لما يكون في الحب انت اكيد بتجيد الحاجه بطريقه بالضبط. وخاصه ان احنا الكوره عندنا ورثه، انا طبعا اخواني الكبار ذات من هنا لعيبه اصلا طيبين هم بس القرايه وكده اخواني عصمت هم طيبين اكيد وعصام هم معروفين يعني انهم هم لاعبين كده والناس كور يعني. يا سلام. طيب خلينا نرجع لنادي نادي سكة حديد والعطبرة الحديد. ده فريق ده كان درجولة، ده هو انا من الناشئين سجلت فيه وحتى انا لعبت معاهم تقريبا 6 شهور يعني. فبعد ذاك هو سافرنا المنتخب وكده. طيب طيب محمد يعني انا رجحتك ورا، عايزه اسالك الذكريات المستحباك في في في, في الانديه الاولى ساعدتك اكيد في الانديه الكبيره، فهل انت يعني شايل معاك اصحابك ولا خلاص البرنسي اللي هو في النادي وخلاص؟ النقطة دي صراحة مهمة لأنه أنتوا دايما بتكونوا متهمين صراحة بالضبط يعني. هو طبعا أقول لك أي زول مثلا بيمشي نادي كبير وكده فحتى أصحابك القريبين لكم بيفتكروا انك انت تغيرت. أيوة. انا ما تغيرت لكن الظروف اللي هي غيرتك يعني، لانه بيكون ايوه المعسكرات أيوة أيوة. السفر التمارين الزول بيكون عليك في ضغط اكثر من الانديه اللي انت كنت فيها يعني. أيوة. لانه هلال المريخ دائما بيكونوا مشاركين في بطولات افريقيه بطولات مثلا عربيه سفرهم باستمرار معسكر بيكون دايم فانت بتجي بيكون ما عندك قدره لاي حاجه فعلا بترتب بعد كده الاشياء. لكن بالرغم من كده الزول برضه يعني بيواصل اصحابه واخوانه عرفتي. طيب طيب المواقف اللي في الانديه السودانيه في الفتره الاخيره تعرضت لحادث ويا رب ما تشوف شهر ثاني. عايز اعرف الانديه السودانيه تعاملهم مع اللعيبه هل بيستغنوا عن اللاعب ولا بيكون في 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 علاقه انه احنا يعني كاسره ومترابطين حتى لما تحصل حاجه احنا بندعم اللعيب ونكون احنا جنبه؟ والله في النهايه هم يعني الانديه الكبيره خاصه هم بيكونوا مربوطين بعدد معين يعني. تمام. فاي خانه هم بتكون محسوبه يعني بالنسبه لهم. ايوه ايوه ايوه. فانا فعلا يعني الفتره الاخيره ده انا تعرضت لحادث. الف سلام عليك. ايوه الحمد لله بشكر كل الناس اللي دعت لي بقول لهم كتر خيركم ان شاء الله وما نشوفكم شيء ولا مكروه ان شاء الله رب العالمين. فعاده يعني الكشف بيكون محدد. ايوه ايوه. فبعد ذاك الناس ما بتقدر عن شغله المجاملات ما بس لكن بيكون في تواصل على يعني اللي هو التواصل الاجتماعي اللي هو اطمنوا على لكن طبعا يعني الناس بتصلك وكده حتى انا في حادثه ده هم نحن طبعا نحن كسودانيين عموما ما بنفرز يعني انت في الهلال ولا أيوة في المريخ أيوة وكده أيوة. في النهايه حاجتك دي الناس كلها بتصلك وبتكون واقفه فيها وبتقيف معاك يعني باي حاجه بيقدروا يقدموها لك الناس. جميل يعني. جدا. عشرة ونسة. صراحه البرنامج ناجح جدا وله بسم الله ما شاء الله كميه مشاهدين ومتابعين. محمد كنت ملكني يعني سر المهنه. عايز اعرف يعني بسم الله ما شاء الله الماده اللي بتقدم هي اللي خلت البرنامج ناجح ولا انك انت بتكون مواكب مع الحدث اللي مخلي البرنامج ناجح؟ اول حاجه الواحد بيشكر ربنا شديد على انه الحاجه اللي قد قبول يعني. تمام. فهمت. يعني طبعا اي زول بيزعل في انه حاجته تتعرف يعني. ايوه. لكن والحمد لله الحاجه اتعرفت يعني واتقبلت كمان ده الاهم يعني انا أيوة بالنسبه لي. أيوة. عرفتي؟ جميل جدا. فسر نجاح البرنامج في بساطته يعني. ايوه. فهمتي؟ او حتى في الطريقه بتاعت السر يعني بتاعت اللذيذه وكذا عرفتي؟ وانا ذات بشكر كل الضيوف الجواني في البرنامج كانوا هم برضو سبب كبير يعني في نجاح البرنامج. سلام. وخاصه انه الاحداث والبساطه يعني ايوه هم كملوا نجاح البرنامج يعني. يا سلام. بتختار ضيوفك تلقائي عادي جدا وبتوصل لهم؟ هم ذات البرنامج ما بقى مربوط بالحدث يعني حتى أيوة. بقيت اي حاجه بتحصل في البلد اذا انا ما جبتها بيقوم بيقول لك يا اخي انه نادي متوقع انه البرنسي حيجيبها. البرنسي استلم بالضبط كده. حتى بعد ذاك الحدث بقى يعني انا بكون كايس الحدث
والزول اللي عامل حد ذاته بيكون شنو؟ بيوصل بيكون كايس ليه يعني؟ ايوه بيوصل وفجأة بيكون بنقرب المسافة على بعض كده والمواضيع بتمشي تمام يعني. يا سلام صراحة بتمنى لك التوفيق والنجاح دايما يا رب. والله الله يديك العافية. البرنامج يكون له صدى أكثر وأكثر صراحة يعني. أنا 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 لما قلت لهم عايزة أعمل برنامج نجوم في العيد يعني أنا نفسي زي ما إحنا بنعرف فنانين كتار جدا من مصر احنا ناسنا تتعرف يعني. انا كنت بعرف مثلا البرنس احنا عندنا يعني مقدم برنامج يمكن عنده متابعين على المواقع الاجتماعيه اللي هي السوشيال ميديا واليوتيوب والحاجات دي كلها يمكن تفوت الالاف المشاهدين. فاحنا بنتمنى فعلا انه يعني الناس تكون عندها جمهور خارجي وفعلا في جمهور بس نتمنى يكون في معرفه بناسنا اللي هم انا بعتبرهم علامه صراحه يعني. ف بتمنى لك صراحه يا محمد التوفيق في برنامجك وفي طبعا في كل برنامج في طرائف وفي مواقف زي ما حصل لنا الليله بالضبط. فاحكي لنا طبعا لانه انا صراحه شايفاك استضفت في ناس طبعا انا ما اعرف اكيد واجهك معاهم. طبعا اي ضيف انا جبته بيكون في طرفه حاصله يعني ايوه بينه وبينه أيوة. قبل يصور الحلقه وتبدا وكده. لكن من الطرائف انا بتذكر الشيخ محمد مصطفى أيوة. أقول له يا أخي كل سنة أنت طيب وربنا يحقق الأمان كده إن شاء الله. فمن الطرائف أنا اتصلت عليه أيوة. فأنا دائما عادة البرنامج هو طبعا يعني معروف بالفكاهة كده بالبساطة بالتلغائية بالكده أيوة. والشيخ طبعا الحاجة الظاهرة للناس إنه هو زول صعب شديد يعني عرفت أيوة شخصيته أيوة. وكده وكده أيوة. فالمهم اتصلت عليه وقلت له يا أخي أنا فلان الفلاني كده أنا محمد مصطفى برنسي وكده أيوة. ودار استضيفك يا شيخ في البرنامج. قام قال لي يا أخي كيف يا ابني يا أخو كده وأنا بعرفك ومتابعك طبعا مولين بالسوشيال أيوة ميديا جدا ايوه طبعا هو بيكون متابع بالضبط كده وحتى يعني اولاده قام قال لي حتى يا اخي اولادنا بيحضروك طوالي وكده بتاع فبسطت شديد يعني قلت انه اختصر لي ايوه قصدي انه انا اعرفه على روحي وكده وبتاع أيوة أيوة. فقلت لها الشيخ 200 وكده فعاده انا بجيب الضيوف يعني يا ساعه ثلاثه يعني المهم نهاريه كده أيوة والضيف يقوم براحته وانا كده ونجي نصور حلقه. فهو قام قال لي 7 صباحا قلت الله ده زمن ذاته ما زي الناس. وقلت له يا اخي جدا ما في مشكله. فبعد ذاك انا قلت يا ربي انا اليوم ده اجره كده ولا نوم اصحى انا. فالمهم انت عاده انت مغير زمنك؟ لا انا عاده يعني بجيب الناس نهاريات كده يعني مثلا ثلاثات اربعات كده الزول يقول قام من النوم براحته وكده انا قلت تعال نصور حلقه. فالمهم الساعه 7 فعلا جت تمام اتصل بي كده هاي ابني انت وين وكده وبتاع قلت له يعني صباح هاي فالطريق كان زحمه شويه كده ايوه المهم انت وين وبتاع وهنا اتحرك انا ماشي عليه. فبعد ذاك دخرت شويه كده انا زي الساعه 7:30 كده نتقايد وعدنا انه نتقابل جنب جامعه الرباط يعني ايوه. فجيت نزلت لقيت لك الجامعه كلها ملمومه في شيخ بتتصور معاه وكده وبتاع. فالمهم قام ركب معي في العربيه قال لي انت عارف يا ابني لما اتصلت بي انا وافقت ليه؟ ايوه قلت ليه؟ لانه قلت برنامجك ده بيلمني بالشباب والجيل القايم ده وانا دي الشريحه المستهدفه أيوة أيوة. لكن لما انا طلعت الشارع اكتشفت ان انا الحاطف لك. الله الله دي صاحب العافيه ان شاء الله. التحيه اليوم جميل الطرايف اللي حصلت معنا مع الشيخ يعني. التحيه اليوم من هنا اكيد محمد ال 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 الماده الاعلاميه اللي بتم تقديمه في السودان الماده الاعلاميه اللي بتم تقديمه في السودان يعني بالذات انه احنا في الفتره الاخيره كنا في الثوره ويعني هل الحاجه دي احنا كشباب راضيين بها ولا انت شايف في نقص في حاجه معينه يعني؟ والله اكيد يعني نحن مدينا الشباب حقهم يعني لا والله هسه انا حاجات اللي بعمل فادي اجتهادات فرديه مني مثلا يا سلام عرفتي يعني ما الاقي دعم من اي حاجه فمعي بس اصحابي هو اخواني اصحابي كده في الحله من هنا بحييهم احمد ومصطفى ونادر وجلال تحيه كلهم كل سنه وانتم طيبين فاصحاب سألنا الموضوع أيوة. احنا عرفتي فبنمشي اهو الضيوف طبعا بتجمعني بهم علاقه كويسه جديد فبضرب بتصل على الضيف بتاعي بنجي نصور الحلقه بتاع لكن ما في دعم من حتى من جهه يعني دعم ذاتي لا ما في يعني بس الا نحن قلت اكبر انا كاصحاب أيوة كده أيوة هم بيدعموني يعني وكده وبيقفوا معي ونكون أيوة حوالين بعض كده بتاع لكن من جهه رسميه كده حاجه فادعه لانه يعني برنامج فيه يعني كميه كبيره من المشاهدين يا بالضبط متابعين يعني حتى قناتي انا مشاهدات 26 مليون يعني وغير كده انه يمكن اول قناه تم تكريمها يعني بالضبط كده انه كرموني من اليوتيوب والحاجه ايوه كل الناس يعني بتتابع حتى اي بيت سوداني هو بيحضر البرنامج عرفتي ما مربوط ذاته باعمار محدده أيوة يعني أيوة فهمتي لانه الناس كل الطبقات انت بتيجي بتلقاها
ودودة في البرنامج يعني. أيوة عرفتي أيوة. لانه ذاته التنوع في البرنامج يعني، انا بجيب فلان ده مثلا عازف، شيخ، فنان، أيوة. لاعب كوره، يعني المشاهد تلاقي كل الحاجات اللي هو المفروض يعني اي حاجه ريحه لك تلقاها في البرنامج يعني. يا سلام، صراحه انا بتمنى انه فعلا يعني صراحه مثل هذه البرامج محتاجة لدعم ومحتاجة لوقوف يعني. صعب انه احنا نشق طريقنا، لكن لما نوصل المفروض احنا نلاقي الناس اللي بتمد لنا ايدها وتساعدنا يعني. والله اقل حاجة. طيب محمد، انت يعني لقدام حتعمل برنامج نفسي وعشرة ونسة في احدى القنوات السودانية، ولا انت حتواصل في نفسي الطريقة بتاعتك؟ انا والله تقدمت لي عروض كثير يعني من قنوات. عرفتي انه انا اقدم البرنامج في تلفزيون، أيوة. او يعني في قناه وكذا. فنحن في الكوره بقول لك دائما اللي بتغلب بيه العب بيه يعني. أيوة. عرفتي أيوة. والتطور لابد منه يعني، لابد من انه الزول يتطور ويرتقي وكذا وكذا، فهمتي؟ لكن انا حاسس انه كده البرنامج يعني ناجح. ولا انت اصلا مع الناس اللي حاليا طبعا ناس كثيره جدا بتفضل السوشيال ميديا عشان ما في زول بيقعد قدام الشاشات، ما في زول بيشاهد التلفزيون بالضبط كده، وما في تغيير يعني. بحيث انه ذاته أيوة. ما في رسميات، في ايده تليفون، فهو كدا. بيشاهد على طول بالضبط، او بحيث انه ذاته ما في يعني كله في البرنامج وما في أيوة. بحيث انه الحاجه كده واصله يعني، وطالما الحاجه واصله يعني. هسه انا لما واحد يقول لك يا محمد انتم مشاهير الاصافير بتزعل ولا بتضايق؟ كيف؟ يعني انتم مشاهير الفيسبوك والسوشيال ميديا هي اللي ظهرتكم يعني. مثلا في ناس عم بيقول لي فلان ده لو ما الفيسبوك ما كان يتعرف، لو ما السوشيال ميديا ما كان يتعرف وكده يعني، فالحاجه دي بتضايق يعني مثلا؟ هو ما بتضايق، هو الهم انا اكون شنو يعني. أيوة. هسه انا بكون مشهور في الواقع في المواقع. ايوه طبعا فاهم طبعا. في ناس في التلفزيون ما في زول بيكون عارف بالضبط كده يعني. في زول أيوة. انت ممكن تكون مذيع مثلا، زول يكون في التلفزيون ما بيكون في زول عارف أيوة. منه أيوة. فهمت كيف؟ جميل. فبعد ذاك الاهم انه بغض النظر الحته هي وين يعني، الاهم انه الحاجه تصل يعني. هسه انا مثلا بدون ذكر اسماء اتصل بي زول يعني مدير قناه وكذا وبتاع، فقام قال لي محمد يا اخي نحن دار نجيبك وكذا في البرنامج، ودار نعمل لك برنامج تلفزيوني وحاجه كبيره وكذا وبتاع وشنو هنا. فقام قال لي يا اخي حاجه حتضيف لك انت مثلا، او حتكون اضافه بالنسبه لك، حتخدمك الحاجه دي وكذا وبتاع يعني. اللي هو انت لان انت محمد يا اخي مثلا شغال في يوتيوب في كذا. ايوه بل بالعكس طبعا بالضبط كده. قلت له يا اخي انت هسه انت جايبني هنا لانك انت عارف انا قاعد اعمل شنو يعني. أيوة. صح؟ ايوه لولا اليوتيوب ما كان يعرفتني بالضبط كده. لان قلت له انتوا قاعد تعمل في شنو انا ما اعرف. ايوه انت يعني عشان انا ما قاعد اشاهدكم. اه بالضبط كده، انا ما قاعد اضركم، انت عارف ان انا قاعد اعمل في شنو. عرفتي؟ يا سلام. احنا يا محمد عندنا فقرتين يعني ثلاث فقرات. الفقره الاولى كده احنا يمكن حنخلص منه ماشيين. الفقره الثانيه احنا عندنا حنسمع اغنيه، حنعرف يعني حنعرف الفنان اصلا معروف من صوته اكيد، بس حنعرف مثلا الشاعر او الملحن. نسمع اغنيه. الفقره الثانيه برضو حنجيب اعلاميات ومذيعات لهم صيت ولهم صراحه بح كبير في 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 المجال الاعلامي في السودان، ومعروفين وسط كل السودانيين. فاحنا حنجيب صور وحنخليك تختار المذيع اللي انت مثلا بشدك او برنامجه عاجبك او اكثر الناس اللي انت بتشاهدهم يعني. اوكي تمام. احنا نسمع، ممكن نسمع اغنيه. قاوتي بريد وصاد كلمه يسيب العناد، باقي لي زي شجرة الدليل بس قفي وابطل للبعاد، والنصيب انا لي ما انكتب. عصير القصب اللي بيشوفني مشيت بيتك وما غضب الله لي من ريد السميح، داري فوق الدم والعصب. طيب احنا سمعنا لعصير القصب اللي بشوفني مشيت بيت ابوك ما كذب. طبعا الصوت واضح لك طبعا صوت الفنان. لا طبعا زول صاحبي شديد وانا زول بحبه جدا. يا سلام. يعني بينهم علاقه شخصيه مميزه. حسين الله يدي الصحه والعافيه. طيب عايزين نعرف احمد برضه الكلمات. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. دي كلمات اخونا وحبيبنا احمد البلال. مين؟ احمد البلال. احمد البلال. صح؟
ايوه جميل. نسمع اللي بعدها على طول. على الناس اصعب حاجه الميعاد طبعا. اي والله العظيم. الفنانه طبعا معروفه لديك. طاف فتحي. السلام. الله يديك الصحه والعافيه هندسه. عصفوره السودان صراحه يعني. كيف ما زولة رقيقه وحساسه. صوت مختلف وشخصيه ذاته فريده والله. تسلم. عايزين نعرف الكلمات. والله دي منو جبتي؟ دي ما متاكد ما في خيارات. ثلاثة خيارات. جمال. جلال حمدي. جلال حمدي. جلال حمدي. جلال حمدي خلاص. ماشي نسمع اللي بعديها. صبرت واستنى كثير أتمنى. يلا. يا سلام. حسين عبد الوهاب صح؟ الفنان ايوه. استاذ الغامة محمد ورد ربنا يرحمه. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. صراحة دي كانت واحدة من الفقرات وأنا يعني صراحة. حسين عبد الوهاب؟ ايوه. صح؟ ايوه صح. انا صراحه يعني كنت مصممه انه ما انك انت جاي من السودان قريب لكن عودك الحنين وانا برضو يعاودني الحنين للسودان ونحن نعرف برضو ثقافتنا ويمكن دي كانت اسئله عامه كويس. فتحيه لكل الفنانين اللي احنا استمعنا ليهم والرحمه والمغفره للفنان الكبير محمد وردي. حنشوف بعد كده صور. الشاشه اللي قدامك. يا سلام. طيب احنا هنجيب الصورة اللي بعديها على طول. تمام. سلام. طيب. طيب يا محمد احنا عندنا ثلاث صور. الإعلامية يمكن عفاف حسن والإعلامية سلمى. سلمى. سلمى سيد. سلمى سيد والإعلامية تسابيح قاطر. صراحة احنا يعني احيانا بيكون عندنا مثلا اعلامي او لاعب كرة او اي حد من المجال اللي انت بتنتمي له وبيكون مصدر الحامك. فديل عندنا احنا يمكن قامات اعلامية وشرف بالنسبة لنا كبير شديد في 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 السودان. يمكن برامجهم يعني لها كمية من المشاهدين والمتابعين لهم اثر يعني في المجتمع. فانا عايزة يعني احنا صراحة التحية لهم كلهم بس احنا عايزين نعرف مين مصدر إلحام محمد أو محمد بشاحت مين أو محمد بينجذب لمين في الثلاثة ديل لما يحضر البرنامج بتاعه. بلاشك زي ما قلت أنت الثلاثة هم مميزين يعني. أيوة. وأي واحد فيهم عنده طريقته. أي واحد فيهم عنده طريقته وعنده مدرستها يعني مختلفة. لكن صراحة أنا بحب عفاف حسن أمي شديد يعني. عرفت يعني لأنها زولة بحسبها أنها تلغية. يا سلام. زولة بسيطة يعني. يا سلام. فمدرستها بحبها جدا أنا. يا سلام. يعني. تحية لها من هنا عفاف وكل صراحة تحية لكل إعلاميين بلادي وكل الشباب اللي دايما بيكونوا متحدين عشان يوصلوا نفسهم للجمهور أو هم دايما بيكونوا مؤثرين يعني في الشباب. ويمكن يعني واحدة زي عفاف أو واحدة زي سلمى أو واحدة زي تسابيح يكونوا مصدر إلهام لواحدة وتكون عايزة تكبى زيهم. فإحنا بنعتبرهم أساتذة صراحة يعني. بالضبط كده أساتذة أكيد بلا شك يعني. يلا غدوة لكثيرين يعني. تحية لهم. محمد طعم العيد في طعم رمضان في الخارج يعني ولأول مرة. إحنا يمكن على مشارف الختام بس في فرصة إنك أنت تورينا طعم رمضان. يمكن أكيد إحنا البرنامج ده بنسجله إحنا في العيد في رمضان لكن حنذيعه في العيد. الأسرة صراحة وطعم رمضان في السودان والوالدة والناس تجي داخلة عليك بيجك الأبري. ف أول حاجة رمضان يعني في السودان بيكون له طعم خاص يعني عرفتي لأنه خاصة لما تلبريج والقعدة والفطور مع الجماعة والليلة فاضرين هنا وجايين هناك وبكرة عازمينكم ناس فلان وجايين لعلان. فأنا أول مرة صراحة أصوم رمضان برا البلد يعني لانه احتمال يكون اول رمضان لي انه والدتي ربنا يرحمها يعني. اتمنى من كل الناس يعني انه يدعوا لها مره ثانيه بالرحمه والمغفره وكذا يا رب. فحتى هم ناس البيت
نحن كلهم اغلبيتهم هم اخوات يعني، دي من هنا اختي في السعوديه، وهنا بقول لها يا اخي ربنا يحفظ لنا فطوم والله يديها الصحه والعافيه، يا رب يا رب. زوجه اختي دي يعني اخواتي ثاني انه هذه في السلطنه ومهلي في عطبره، فنحن كلنا بقينا يعني اي زول فينا بقى في اتجاه، لكن التليفونات بتخلي طبعا اكيد يعني التليفونات متواصلين مع بعض وكذا وبتاع وشنو، لكن الوالده طبعا يعني عدم وجودها في البيت بيخلي شويه كده انه البيت فيه فراغ يعني، فهمتي؟ لكن في مصر زي ما بيقولوا بس الجو بارد وكده. لا رمضان برضه جميل هنا برضه، في عندهم يعني حاجات برضه حلوه. صراحه يا برنس الكنترول بشاور لي انه احنا خلصنا. انا اول حاجه حابه اشكر شيحه اللي وصلني بيك صراحه، تحيه لي من هنا ان شاء الله من ذات انا بحييه هو صاحبي شديد طبعا، وعلاقتي به مميزه جدا. وشكرا والله لك جميل يا محمد على حضورك للبرنامج، صراحه انا سعيده اني التقيت بك الليله. صراحه انا حابه برضو اشكر قناة الصحة والجمال على وقفتهم، وحابة أشكر الأستاذ طلال دينكيس المملكة العربية السعودية على دعم البرنامج، وأيضا عايزة أشكر دائما بقول له أخي العزيز صراحة محمد الملكي. أنا صراحة قصدت أنه أنا يعني ما أقولهوش ألف مبروك على الخطوبة عشان وأنا في التلفزيون أقول له ألف مبروك، صراحة بقول لك ألف مبروك وكنت مبسوطة لك جدا، ويا رب أتمنى أنك ما تزعلش تقول روز ما قالت ليش ألف مبروك. أنا بقول لك ألف مبروك، ولكل الطائمة العامل بقناة الصحة والجمال كل سنة وأنتم طيبين يا رب، واستنونا أعزائي المشاهدين أكيد في نجوم في العيد والحلقة الثانية. إلى اللقاء.